السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم يا جماعه، معاكم محمد سيف في فيديو جديد ودرس جديد. قبل ما نبدا الدرس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، شير، لايك، كومنت لو انت محتاج استفسار، ونبدا الفيديو. طبعا قبل ما نبدا الدرس بتاع النهارده حابب بس ان انا اعتذر لحضراتكم على فتره الغياب اللي فاتت دي كلها. طبعا قعدت اكتر من شهر تقريبا ما بعملش فيديوهات. طبعا بعتذر لحضراتكم لان القناه دي بتعتبر بتاعتكم قبل ما تكون بتاعتي، فيعني انا ملزوم قدام حضراتكم ان انا اعمل فيديوهات فعشان نكمل الموضوع اللي احنا بداناه سوا ومع بعض. وطبعا بشكر حضراتكم ان القناه قربت انها تقفل ال 20,000، فاتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه. وان شاء الله ان شاء الله بعون الله هنبدا من النهارده ان شاء الله هيبقى في كل اسبوع فيديو على قد ما اقدر. يعني انا نوهت اكتر من مره وقلت المحل اللي انا شغال فيه او الشركه اللي انا شغال فيها مش بتاعتي، فانا شغال في الشركه واول ما بلاقي فرصه بعمل فيديو على طول او بعمل درس لعل وعسى الناس تستفاد منه، فاعذروني في البوينت ده بالتحديد يعني. فانا اتمنى التوفيق للجميع. والحاجه المهمه بقى ان انتوا تعملوا لي 500 لايك، انا عايز 500 لايك. يعني الرجاله بتوعي يا جماعه والمتابعين، مش انتوا بتحبوني؟ خلاص 500 لايك للفيديو ده، 500 لايك لغايه 1000. لو عمل ال 1000 هنعمل فيديو على طول تاني يوم، والفيديو اللي انتوا هتختاروه، الدرس اللي انتوا عايزينه، ايا كان هو ايه، هنعمل لكم على طول. عايزين الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك، شير بقى واللايكات وكومنتات زي ما انتوا عايزين. يعني عايزكم تولعوا الدنيا عشان الفيديو يلف في اليوتيوب على كل واحد وعلى كل دار وعلى كل باب. نتوكل على الله بقى ونخش في الدرس على طول. طبعا المشكله اللي معانا النهارده ايفون 6 بلس. طبعا المشكله ديت هتطبقها على كل التليفونات، احنا جايبين ده كمثال، هو جاي لي النهارده. فقلت ايه مناسبه كويسه ان انا اعمل عليه برضو درس ونشوفوا اهميه الكاميرا الحراريه في الموضوع ده. طبعا انا لسه هو عليه المسامير حتى والحاجه على الشاشه، انا شلت بس الكونكتر بتاع البطاريه ووصلته في الباور سبلاي، لقيت السحبايه اللي هتظهر مع حضراتكم ديت اللي انتوا هتشوفوها. افتح لكم بقى الباور سبلاي. تمام، شغل الباور سبلاي زي ما انتوا شايفين اهوت عمليه السحب. طبعا مع عدم ظهور ابل لوجو زي ما انتوا شايفين في الكاميرا اللي تحت، اهي مفيش ابل لوجو بتظهر حتى، والسحب ظاهر قدام حضراتكم في الناحيه اليمين تحت ان هو جايب 2 ملي امب، يعني 0.02 هو ده. يعني اغلب الباور سبلاي اللي موجود عند حضراتكم بيبقى هو الثلاث ارقام اللي هو 0 بوينت وبعدين رقمين او صفرين، فالاربع ارقام دولت يعني مش بيتقال عليهم مثلا 257، بس في الغالب عشان نفهموا الموضوع ده كده سحب 2، بعد الرقم بقى بنوصل لغايه 9 وبعدين بيبقى 10 وهكذا من اول الاثنين دول، فده كده واقف على 2.5، يعني كان داخل على 3 ملي ام. فبالتالي نشوفوا ايه اللي بيعمل المشكله دي، وهل المشكله دي هينفع معاها سوفت وير نعمله الاول ونشوف الايرور مثلا، او عمليه قياس مفروض نعملوها عشان نحدده العطل فين، او ايه اللي هيحصل بالظبط. توكل على الله. يعني ده كده في مشكلة في التليفون، في بارشل شورت مثلا، في اميجريشن شورت، في تربنتيشن شورت، يعني ما نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا وحشتوني جدا جدا والله. طبعا انا هفتح البوردة من الهاوسنج وارجع لكم تاني. شلنا البوردة اهي يا جماعة من الهاوسنج. الميكروسكوب اهو تحت، طبعا هنوصلها في الميكروسكوب دلوقتي. وصلنا احنا في الميكروسكوب دلوقتي ونشوفه برضه عمليه السحب اللي هيحصل. برضه ساعات ايه انت التليفون بيجي لك بيبقى راكب في الهاوسنج والهوم بقن مثلا، الباور بقن نفسه معلق، الكاميرا الاماميه، الكاميرا الخلفيه، اي فليكس كيبل راكب على البورده لازم تشيله، لان ساعات بيبقى مثلا هو عامل شورت او مسبب المشكله دي، فلازم بعد ما تشيل البورده من الهاوسنج تجربها.
لعل وعسى التليفون يتصلح والمشكله تتحل. يعني وارد وبيحصل كتير والله. طبعا نشيله بس الحاجات دي كلها بحيث يبقى ايه كل حاجه واضحه قدامنا. تمام. هو في تأخير في الميكروسكوب. نقفله. هكتب. تمام. راجع تاني اهوت. تمام. طبعا الحرارة ديت مش عايز اقول لكم حرارة اللي هتطلع بسبب الاتنين او الاتنين ونص ملي امبير دولت في الاحلام يعني. مش هينفع معاهم رجينة ولا ينفع معاهم الكلام ده. فاحنا هنشوف بقى الكاميرا الحرارية اللي بألف دولار هتجيب لنا العملية دي بصحيح ولا لا. وده اللي يهمني في الموضوع. يعني لو هي جابت حاجة زي ديت طبعا هتبقى حاجة كويسة. طبعا انت برضو بالنظر كده تشوف اي حاجة اي لون متغير في اي سي اي تسريب كثيفات لونها غريب اي حاجة. طبعا برضو عن لازم نشيله الارض شيلد اللي هو فوق سي بي يو بحيث نشوف برضو دايرة البيانات الديسبلاي او الباك لايت ممكن تكون هي اللي مسببة المشكلة. فلازم برضو نشيله قبل ما نحطه على الميكروسكوب قبل ما نحطه على الكاميرا الحرارية. بحيث لو الموضوع ده نجح فعلا وقدرنا بالكاميرا الحرارية دي توفر علينا الوقت والمجهود ان انت تعمل عملية بحث طويله وعريضه وتعمل سوفت وير وايرور نمبر بعد ما تدوق. طبعا الزبون عايز التليفون وعايز البيانات اللي عليه. فده اللي يهمنا يعني. طبعا دي هتبقى حاجه كويسه. ايه يا عم ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا شلنا الارف شيل دش 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 شلناها هي برضو نحط الميكروسكوب كده بالنظر كده الاول شوف الديود اللي هنا مثلا اي ملف ضارب اي كرة تسجيل رايحة يمين شمال في كرة تسجيل هناك اهي. طبعا برضه في نفس الوقت نسيبه التليفون يبرد شوية وانت بتبص كده بحيث انت هتحطه تحت الكاميرا الحرارية دي. برضه هتشوف المسامير مهم جدا خلي بالكم انت تشوف المسامير يا جماعة المسامير اللي هي خاصة بالهولدر بتاع السكرين لان ساعات ايه المسامير ديت تحتيها مسارات معينه فساعات بيجي ضربه. شايفين اللي انا شايفه ده ايه ده والله ما عارف. ماشي. سيبوها تبرد شويه بتوعنا الحلوين حلوين. وصلنا اهوت التليفون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم بقى المصلحه بتاعتنا اهيت زي ما انتم شايفين. طبعا ده ما فيش اي حاجه
اللي انتم شايفينه كله طبعا الشغل كله في السي بي يو. النقطة دي شايفينها؟ هلا؟ هلا؟ التليفون فتح؟ هلا؟ هلا؟ استنى كده عم اتفرجوا يا عم، اتفرج يابا. ركب الشاشة. شايفين عملية السحب؟ التليفون فتح، صلح التليفون. أقسم بالله ما عملت حاجة. شلت بس الأرف شيلد من على السي بي يو. وأنا هنزل التليفون ده عشان أقول لكم الكلمتين. طبعًا أنا مش عارف والله أنزله ولا إيه. عشان وحشني بس والله. ولا عملنا أي حاجة بالبتاع. سبحان الله. يعني جاي أعمل فيديو. وناوي خلاص والنية لله والله العظيم يعني، ووريكم حاجة عطل مشكلة كبيرة بتقابل ناس كتير وملهاش حل. يعني أنا كنت النية لله يعني، شوفوا البتاع على تحت الميكروسكوب تحت الكاميرا الحرارية ونتتبع العطل واحدة واحدة ونشوف المكونين اللي في الحرارة ونروح نقيس ونشيل ونعمل أعمل إيه طيب؟ أه جهاز اشتغل 10 على 10 والتاتش شغال وكله شغال. أه طبعا ما شلناش بس للار اف شيلد، الحراره ممكن تكون اثرت على حاجه مش عارف. طبعا الحاجه المهمه دلوقتي اللي ممكن تستفادوها من الفيديو ده اللي انتوا شفتوني، يعني اهم حاجه اللي انا لسه عايش وموجود وبصب عليكم وبمس عليكم وبقول لكم وحشتوني ونتفاعل تاني في القناه، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه مع كل خطوه انت بتعملها في التليفون حاول انت تجرب التليفون البورده نفسها على الباور سبلاي. يعني انا لما شلت البورده من الهاوسنج جربت التليفون الاول وحطيت البورد على الباور سبلاي وشفت عمليه السحب، لقيتها نفس عمليه السحب. ثم شلت الار اف شيلد وشلت الحاجه من على البورده، جربنا البورده تاني على الباور سبلاي وشفنا عمليه السحب، لقيت عمليه السحب اختلفت. ففي حاجه كده اتغيرت ما بعد لما شلت الار اف شيلد والسخونيه. طبعا وانا بشيل ممكن تكون معرفش بقى معدي معرفش انا معرفش، والتليفون مسكته اتصلح اعمل ايه طيب؟ والسحب تمام اهوت حتى ما فيش اي تسريب، تك على زرار الهوم باون تاني شغال، يعني معرفش. ونحاسبه الزبون بقى على كام؟ على كام ده اهم حاجه بقى. هنا تحاسب الزبون على كام انت بقى؟ هو جايب لك التليفون فاصل باور ميت وممكن يكون راح عند واحد واثنين وثلاثه، طبعا هو ما عملش الخطوات دي. فالجهاز اشتغل. والله كانت نيتي اللي انا اعمل، انا مش عارف ارفع بس ارفعه، انا ماليش فيه، انا هرفع الفيديو واوريه لكم وتشوفوه علشان بس تشوفوني واللي انا لسه موجود. وان شاء الله كل اسبوع هيبقى فيه درس، وانتظروني ان شاء الله. لايك شير كومنت وشيروا الفيديو ده، عايزه ينتشر في كوكب الارض كله، لان يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه. ويعني اشوفكم ان شاء الله بقى الاسبوع الجاي في نفس اليوم مع فيديو جديد ودرس جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.